نوصل لختام البرنامج الصحف الصباحي مع ضيفتنا، لأنه كنت عم نحكي أنا وياها بالسياسة، فكنت بدي أقول صحافة، مع ضيفتنا يلي هي بتشتغل فعلا على الأرض أكثر، بتشتغل مع الصحافة، بتشتغل سياسة، بتشتغل ثقافة، بتشتغل اجتماعي، وأيضا في عندها التاتش الخاص فيها بالأعراس وبكل الإيفنتات الكبيرة. اليوم رح نركز أكثر على موضوع الأعراس، خاصة أنه منبلش من هلأ ننظم للأعراس يلي بدها تصير بالصيفية. كل التفاصيل رح تكون مع آية القرى يلي هي صاحبة إسانس سيال إيفنتس أند ويدينغ. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. كيف استضافتك؟ أهلا وسهلا آية. يعني اليوم لما قررنا نركز عن الأعراس، بعرف قدي ببلش ياخد شغل يمكن أكثر من غيره، صح؟ وبياخد كتير وقت، وبعرف أنه أنت بتكوني هيك ما بين العريس وما بين العروس، وما بين أهل العريس وما بين أهل العروس، مين بيعذب أكثر عادة؟ والله بالحقيقة هن بيجوا لعنا متناغمين ومتفقين، بس نحن بنحط لهم من الأصل كيف بدها تكون الداينامكس بالعلاقة. بيسكلي هيدا الايفنت هو ايفنت للعروس والعريس مع بعض، صحيح، بس الرهجة الحقيقية على طول بتبقى شوي أكتر للعروس، والتفاصيل عادة بتهتم فيها العروس أكتر شوي من العريس. أوكي. بغض النظر مين فيهم اللي بيكون، يعني هنا بنهي شركة، أكيد فالربح هو ربح للاثنين، وبحالتنا الربح بيكون للثلاثة، يعني بيكون للإيفنت بلانر ولا العروس والعريس، لأنه نجاح العرس هو نجاحنا كلنا. مظبوط. اليوم آية لما بتقولي أنا الإيفنت بلانر تبع هيدا العرس، أنا بدي أعمل هيدا الويدينج، اليوم قدي في تفاصيل نحن ما مننتبه لها، بس بتكون هي كتير أساسية، وأنت يعني خليني أقول بتعمل لك قلق، لأنه بدك يكون كل شيء بارفي بهيدا النهار، وبتعرفي دايما بكل عرس في قرص، فما بتعرفي شو بيصير اصلا بهالنهار، معناته بتكوني محضرتي له لك سنه من قبل. صح. شغل الاعراس بيشبه شغلكم انتم كثير. اول شيء الايفنت بلانر الناجح هو الايفنت بلانر اللي ما بيبين، يعني انا اليوم مستغربه انه انا قدام الكواليس الكاميرا اليوم. عاده نحن وراء الكواليس مثل المخرجين والبروديوسرز. الايفنت بلانر شغلته طبعا ينظم بقدر المستطاع، مثل ما باي عمل بيطلع لايف لازم ننظمه بقدر المستطاع، وبتبقوا ماشيين على الوقت. صح. اوكي. والخبرة بتساعد كتير انه نتفادى اخطاء، بس منضل منتعلم. بغض النظر عن كل هول، بغض النظر عن انه بيكون عنا تيم مدرب ومعودين على بعض، اوقات بيصير قصص صعبة او دقيقة او برات البلان، برات المتوقع يعني. فبرأيي انا البلانر الشاطر هو اللي بيعنده البلان بي. حلو. البلان اي كل العالم فيها تنفذها، البلان بي هي كيف الواحد يكون عنده الجرأة والقوة انه يستبدل اشياء باشياء بلا ما الناس تحس. حلو. فبالايفنت بلانينج نحن بنبقى على اعصابنا، مثل ما انتم بشغلكم اللايف بتضلوا على اعصابكم، والناس بالاخير بتستمتع وما بتعرف في وراء الكواليس. بتعرفي اوقات بالصيف، لانه اكثر يعني اغلب الاعراس هي بتنعمل بالصيف لانه بتكون اريحيه للجميع، بس كثير في ايام اوقات بتشتي. هلا ما بعرف ليه تخيلت، لانه كلنا دائما نعمل اوت دور الاعراس، واس فجاه بتقرر تشتي، يعني بتكون هذا الشيء مش متوقع يعني. فهي هون عم تخيل انه انت أوبس شو بدنا نعمل هلأ، فهيدا البلان بي اللي أنا دغري تذكرت أنه أنت بدك تكوني مخططتي له أو درستي. ليكي أوقات بنكون مخططين له، بس لأكون كتير صريحة معك، نحن صار معنا عرس بنص جون، يعني كان بوقت حتى ما بيخطر عبالك تخططي لهيك شيء. اللي صار أنه طبعا الله ستر ونقطت، يعني ما شتت بشكل هستيري يعني. بشكل بيخرب العرس. وكان عنا محلات مسكرة بطبيعة الفنيو، بطبيعة مكان العرس. هالشي أخذ ربع أو ثلث ساعة من التوتر، بس الناس ما بتحس، يعني الناس بيلاقوا عندك، وحتى العرسان بيطلعوا فيك وبعينك ليستمدوا القوة. يعني قدي بدك تكوني انت ضابطة أعصابك بهيدي اللحظات. صحيح. يعني طيب اليوم بما أنه حكيتي فانيو وأعراس، عادة أنت بتنقي المطرح أو بيجوا العرسان في مطرح ببالهم وبالآخر بيمشوا حسب البادجت كمان يلي بيلحق بعضه بهيدا الموضوع؟ في هيك وفي هيك. هلا بكتير ايام بيكون في ناس شايفه حاضره عرس باماكن، نحن عاده بنتدخل اذا كان ما في اتفاق نهائي مع المكان، بنتدخل لانه بدنا نشوف. كتير اوقات بيكون التيست او الذوق تبع العرسان مختلف عن المكان اللي حضروه، يعني اللي بيكون حدا كتير كلاسيكي او ما بيحب الناس تعرق او الناس تحس انه هيك الايفنت شوي صار فيه مثلا رطوبه عاليه او مزعج باشياء معينه، بننصحهم باندورس. اذا بحبوا يكون كتير ديكونتراكتي ومريح وكله فن بايام الصيف، بننصحهم باماكن مفتوحه. بس اذا كانوا اجوا يعني بيقدروا يجوا ما عندهم فكره ومن نقيها سوا بناء على شخصيتهم، او بيكونوا اوريدي منقيين المكان،
اما فيما يخص البادجت، نحن شغلتنا كمان شغله محدده بموضوع البادجت، هي يا اما ننفذ بقلب اطار بادجت معين، طبعا ضمن اطار مقبول، يعني ما فينا نعمل اعراس بنشوفها على صفحات بتكون مكلفه مئات الاف الدولارات نعملها بقلوب. اذا عندك مثلا انه باماونت صغير، بس خليني اقول انه حتى اصحاب الاماونت الصغار يعني كل العالم يطلع فيها، هيدا اللي بدي اسالك اياه حتى لما نخوفهم يعني ابدا، لانه بيصيروا يقولوا اف انا وين بدي اروح لعند ايا، انه هلا الله بيعرف قد ايه بدها تطلب، يعني بيكونوا متخوفين سلف. هو الأعراس مثلهم مثل الشوبينج، مثل أي اختيار لشيء في بقلبه شراء أو خدمة، الترتيب والتنظيم والإليغانس، يعني قد يكون هيك راقي وبيشبه أصحابه، ما خصوا بالبادجت، خصوا بالذوق وخصوا بالتنفيذ وقدرة البلانر على تطبيق شو في بخيال الزبون، طبعا ضمن الاطار المقبول طبعا. فهي نحن اللي بنعمله انه بنحاول قد ما بنقدر نسقف الزبون بالاجتماع الاول، نسقفه على انه تكون توقعاته تتناسب شوي مع بادجت البادجت اللي معه، بغض النظر انه هذا لا يعني انه البادجتات هي عوائق للاحتفال. نحن بنعمل احتفال لانه هيدا النهار نهار من العمر أكيد. بس طبعا ادفاريز بيتغير هيدا الشيء وبيتبدل بحسب قد ايه معنا بادجت وشو يعني اهميه كل اليمنت بالايفنت، وين بنحب نركز على شو، يعني نصرف بحسب البرايورتي، بحسب الاولويات بالعرس. اوكي، اليوم قبل بقد ايه ايا بتنصحي القادمين والعارفين حالهم بدهم يتجوزوا انهم يجوا لعندك، يعني قد ايه بتحسي انه انت بديك وقت؟ عادة تراديشنلي كانت الناس تقول سنة، سنة هو وقت شوي طويل، لنقول قبل 10 شهور أو 8 شهور بيكون منيح، بس أنا عم بحكيك هلأ مسابق إنه إحنا مبارح أخذنا عرس تنفيذه بعد شهر. على البلانر التنفيذ مثل على البروديوسرز بالبروغرامات تبعيتكم، التنفيذ على البروفيشنال كتير سهل، أما الاختيارات ونبرم ونعمل زيارات هي اللي بتاخد وقت. فبالتالي لما بيكون عنا إيفنت حتى لو سريع بيكون قابل للتنفيذ، شرط انه يكون الزبون كمان عارف انه هيدا السرعه بده يكون فيها شويه تنازلات، بينما لو بيكون اخذين وقتنا ومعنا 10 شهور أوكي. تقريبا بنكون مرتاحين، بنشوف كثير اوبشنز، بنفاوض مثل ما بدنا، وبيكون اهم شيء التواريخ افيلبل بالاماكن اللي بدنا نحجزها. ايا كمان اليوم عم نشهد اشخاص عم يعملوا اعراسهم خارج لبنان، يعني عم بيروحوا على قبرص او على اليونان او على حي الله بلد ثاني، هل كمان انت اذا اجى لعندي قبل بده يعمل عرسه برا بتقدري انت تكوني حاضره وتعملي هيدا العرس وتنفذيه بالخارج؟ نعم، نحن عندنا خبره وعندنا شركه وعندنا يعني شرك باماكن بدول عربيه، وبنشتغل بالخليج وبنشتغل بتركيا وبقبرص. هلا طبعا التوسعه او عدم التوسعه بالاماكن هي بقد ايه نحن عندنا قدره بانه ننفذ الاعراس بهالاماكن. فنحن منفذين اعراس، ما بعرف اذا رح يطلعوا على التلفزيون، عم بيقطع هلا، منفذين اعراس حتى بباريس. اجين هيدي الشغله بيكون فيها شويه شروط، بس عاده نحن عندنا قابليه ننفذ باي مكان بالعالم. طبعا يعني ضمن شروط انه تكون نقدر يكون عندنا اكسس عليها والفيزا وبعد شغله، يعني اليوم اوقات بيجوا العرسين بدهم يعملوا عرس الاحلام، واكيد هيدا نهار بالعمر، بس اوقات بتكون الافكار مشربكه، يعني بتصيري تطلعي تقولي بس ما فينا، هيدا ما بيلبق على هيدا او هيدا ما بتزبط مع هيدا، بتعطي انت رايك هون بتتدخلي بالموضوع؟ طبعا احنا اول اجتماع بنجتمعه مع العرسين هو لهن يتعرفوا، فوت على حصان على شيء، على عرفتي على مطرح مسكر مثلا، عرفتي انه بس انه يكون لابق مع الديكور، لابق مع الاكل، لابق مع عرفتي، مش انه حاطين مثلا اكل ياباني مع حصان، يعني فايت هيدا القصد. طبعا عليك شو قصدك، بيمرق علينا اشياء يعني هيك بتطلعك اوقات من بتطلعك اوقات من التراك اللي انت بتكوني ماشي فيه بالحديث، بس بالنهايه العرس منه باسم اسانسيال، العرس باسم اصحابه. اوكي، نحن شغلتنا انه نوجههم بافضل توجيه ممكن والا لشو وجودنا. أوكي. وشغلتنا انه نقرب وجهات النظر بقدر المستطاع، والاهم من يعني الأهم من الأفكار هو الأفكار القابلة للتنفيذ. فنحن لما بنجتمع مع العرسين بنقول لهم شو ممكن يكون، يعني نحن عنا عروس كان بدها تنزل من قمر
كأنها نازلة إيه إيه. فخبرناها بالبرودكشن وتكنيكلي كيف بتكون وشو مخاطرها. طبعا بده الموضوع ثقة، بده الموضوع خبرة، بس نحن على طول منفتحين للأفكار الجديدة وعنا ألترناتيف، عنا بدائل لنقرب قد ما بنقدر على اللي بيوزول عرسان. وأكيد أكيد بنعطي رأينا لأنه هيدا دور الإنسان البروفيشنال والمسؤول معهم عن العرس. ومشان هيك إسانسيال هي ناجحة بهيدا المجال. شكرا كتير لألك آية، مرسي، شكرا لوجودك الصباح معنا، أهلا وسهلا فيك. مرسي لكم، ثانك يو.